السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سننقل لكم مكان دخول المحرمين في جميع جهة الحرم. فبالنسبة للناس اللي في الأبراج وفي أجياد السد وأجياد المصافي فيدخلون من هنا. من هنا وتلاحظون هو خاص المحرمين، هو خاص للمحرمين، يدخل منه المحرمين فقط. وسننقل لكم الجهة الأخرى عند باب الملك فهد. يدخلون من باب الملك فهد. منو جون ديكا جايو؟ كما قلت هذه الأبواب يعني مخصصة للمحرمين فقط. للمحرمين فقط. فيدخلون على صحن المطاف مباشرة. أما بالنسبة للنساء فإنهن يدخلن يعني لأنهم لا يعرفون المحرمة من غير المحرمة، لكن بخلاف الرجال فلا بد من الإحرام حتى يدخل صحن المطاف. فلا بد من الإحرام. فهذا النظام يعني اشتغلوا عليه يعني في كورونا وهو باق إلى الآن. ومن يريد أن يطوف طواف النافلة فإنه يصعد إلى الدور الثاني ويطوف، يصعد إلى الدور الثاني مكان تواجد العربات ويطوف. وبالنسبة للطواف، بالنسبة لطواف النافلة فيكون بالملابس العادية، يطوف الإنسان 7 أشواط ويصلي خلف المقام ركعتين، ويصلي خلف المقام ركعتين. وأهل العلم والفقهاء قالوا الأفضل للأفاقي، الأفضل له طواف النافلة في الحرم من صلاة النافلة في الحرم. الأفاقي هو الإنسان الذي يأتي من بعيد إلى مكة، فقالوا الأفضل له طواف النافلة من صلاة النافلة. لماذا؟ لأنه عنده مدة قصيرة في الحرم فيشتغل بهذه العبادة العظيمة وهي الطواف بالبيت حتى يذهب إلى يعني إلى بلده. فالأفضل له طواف النافلة من صلاة النافلة، عكس المقيم، عكس المقيمين في مكة. فالمقيم في مكة الأفضل له صلاة النافلة من طواف النافلة في الحرم. لماذا؟ لأن الكعبة عنده، وأي وقت يريد أن يطوف فإنه ينزل إلى المسجد الحرام ويطوف بالبيت، ويطوف بالبيت متى شاء. أما الأفاقي فعنده مدة قصيرة يعني في الحرمين، فإنه يشتغل بطواف النافلة عن صلاة النافلة. وإذا جمع بينهما فهذا نور على نور. إذا اجتهد وجمع بين طواف النافلة وصلاة النافلة في الحرم فهذا نور على نور كما ذكرنا. فنحن نقترب من الباب الثاني لدخول المعتمرين. الناس الذين يسكنون في جهة المسفلة جهة إبراهيم الخليل يدخلون من هذا الباب، من هذا الباب. ما شاء الله.
يدخلون من هذا الباب كما ترون. هنا علامات فيها للمحرمين فقط، فالمحرمين الدخول للمحرمين والمعتمرين فقط كما ترون. كما تشاهدون النساء يدخلن، لكن يعني لأنهم لا يعرفون المحرمة من غير المحرمة، لكن الرجال يعني لابد له من الإحرام. كما ترون هذا المعتمر يعني لابس ملابسه العادية، لكن يعني ممنوع عليه الدخول إلى صحن المطار. هذا باب الملك فهد، باب 79 كما ترون. وكذلك الناس الذين يسكنون في جهة التيسير وفي جهة شارع الستين يدخلون من هذا الباب، وهذا الباب قريب إلى فندق دار التوحيد، قريب إلى فندق دار التوحيد. سننقل لكم الباب الثالث وهو في جهة المروة إن شاء الله. الآن كما تشاهدون أصحاب نظافة ساحات المسجد يغسلون الساحة تقريبا 4 مرات في اليوم، تقريبا 4 مرات في اليوم. هذه هي طريقتهم في النظافة. هذه كما تشاهدون هذه منطقة غزة، هذه منطقة غزة، والفندق هذا هو فندق أرائك غزة كما تلاحظون. فالناس اللي في هذه الجهة يدخلون من باب المروة، هذا الباب كذلك، هذا خاص يعني للمحرمين فقط، يدخلون بباب المروة كما تلاحظون. والناس إذا انتهوا من عمرتهم يخرجون من باب المروة، يخرجون من هذا الباب. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم وأن لا يحرمكم زيارة هذا المقام. وهنا جهة أجياد وجهة محطة باب علي رضي الله عنه. فالباب الثاني من هذا المكان. كذلك في هذه المنطقة يقومون بغسل ساحات الحرم.
وهذا باب السلام إلى باب السلام، باب السلام من هذه الجهة. هذا الباب كذلك خاص للمحرمين، وباب السلام من هناك على تحت، يعني ينزلون في السلالم الكهربائية على باب السلام. هذا هو باب السلام الشاهدين، فيدخلون على السعي وبعدها على المطاف مباشرة.